اتفضل. كابتن بلال، هزيمه غير متوقعه من الاخر، يعني ايه الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي النهارده والمفروض الفتره الجايه او الماتشات الجايه تفاداها؟ لان خمس نقط في ماتشين بقى كتير جدا ما حصلتش مع النادي الاهلي. دي حقيقه. خلينا نقول النهارده داي اوف للنادي الاهلي في كل حاجه، في المكسب، في الفنيات، في الروح العاليه، في كل حاجه. النهارده يعني في ماتشات كده بتبقى مش الماتشات بتاعتك انت خلاص. يعني واضح من بدايه المباراه ان المباراه النهارده مش بتاعه النادي الاهلي. ممكن الكباتن كلهم اتكلموا على الاسباب الفنيه، بس انا عايز اقول على حاجه اتكلمنا فيها في بدايه الاستوديو. قلنا الفرق اللي زي المحله اللي بتلعب جوه ملعبها بتشوف الجماهير بره بتحييهم او بتذمهم بعد الماتش، الفرق دي هي ليها حل واحد فقط لا غير، انك تنزل من بدايه الماتش بتضغطها، انك كل الكرات المشتركه تبقى بتاعتك انت، ده تبقى هتبقى ليدنج عليهم طول المباراه. ده اللي ما حصلش مع لعيبه النادي الاهلي. الفنيات لوحدها ما تكفيش انك تكسب مباراه، لكن لو الفنيات معاها روح صح. اعتقد فنيات النادي الاهلي البعيده الكبيره جدا جدا مع روح لعيبه النادي الاهلي اللي احنا اعتدنا عليها مع شخصيه النادي الاهلي، المباراه كانت ممكن تروح في حته ثانيه خالص. لكن انت افتقدت الجزء الاهم بالنسبه لك، الشخصيه بتاعتك ما فرضتهاش جوه الملعب. المحل فرض روحه القتاليه العاليه طول ال 90 دقيقه من وجهه نظري، عشان كده هو تفوق عليك. هو ما تفوقش فنيا يعني فقط، يمكن الكابتن علي اتكلم في جزء كبير من الفنيات وان هو حضر بشكل كويس، لانه طبيعي ان هو بيلعب النادي الاهلي بيحضر قبلها ب 15 اسبوع لانه بيلعب النادي الاهلي. فمباراه زي كده بتقعد مدربين وتمشي مدربين، ده وضع طبيعي صحيح. فبالتالي هو حضر كويس، لكنه حضر اللعيبه نفسيا افضل منك شويه. يعني كابتن خالد عيد نفسيا هيئ اللعيبه ان هم بيلعبوا النادي الاهلي، نفسيا قال لهم ان انتوا كسبتوا الزمالك، ان انتوا تعادلتوا مع بيراميدز، النهارده مباراه مع النادي الاهلي هي مباراه انك تسيب جلدك في الملعب، المحله ثابت جلدها في الملعب. كان المفترض ان انت وانت بتلاعب فرقه زي دي تبقى عارف كويس ان انت ما بتلعبش فرقه امكانيات خزعبليه او قدرات عاليه جدا، بس بتلاعب فرقه روح قتاليه عاليه. النهارده لعيبه المحله زي ما قال كابتن علاء وكابتن عادل وكابتن شريف، قال انت النهارده وليد سليمان بيمسك كره ثلاثه عليه، محمد شريف اثنين السنتر باكس موجودين بيضغطوا عليه في كل حته، انت ما قدرتش تعمل دي النهارده، عشان كده انت افتقدت انك تكسب. جالك فرص مع كل ده، جالك فرصه لصلاح محسن في الدقيقه 90 كره سهله جدا جدا، عندك بنالتي لمحمد هاني، عندك فرصه لمحمد شريف لو زق سنه وحط لعيب في داره كان ممكن يسجل بيها هدف. يعني جالك اكتر من فرصه كان ممكن يترجموا للاهداف، ولكن برضو انا بقول في النهايه انك انت النهارده ما قدرتش تفرض سيطرتك وشخصيتك داخل الملعب. يعني في بعض من الاوقات حتى كمان لو هنتكلم على الجزء الفني، في بعض من الاوقات مش بالضروره انك تلعب بنفس الطريقه، يعني مش بالضروره مستر موسيماني يبتدي 4-2-3-1 ودي الطريقه اللي بتلعب بيها. ما لازم يغير في بعض الاوقات، لازم يغير في طريقه اللعب، مش بس في الاشخاص. مش النهارده كهربا مش موجود فيلعب حسين الشحات، لا، لازم في وقت من الاوقات لو انا عندي لعيب زي اليو ديانج ولعيب زي السوليه عنده اجهاد، ممكن العب ديانج لوحده في الملعب واحط لعيب تاني يلعب فرود يعني 9.5 او يلعب 10 تحت محمد شريف، محمد شريف يلعب هو من تحت شويه، يلعب مثلا بواليا من بدايه اللقاء زي ما شفنا كده انك بتلعب كرات عاليه. فالنهارده مطلوب واحد زي بواليا يبقى هو المحطه الرئيسيه بتاعتك ويتحرك شريف من حواليه. دي حاجات جزء من الحاجات الفنيه المفترض ان احنا نتكلم فيها. فعايز اقول وممكن لو في حاجه خطا ممكن اغير من الشوط الاول طبيعي. انا عايز اقول لك على حاجه، انت من الدقيقه 30 كان ممكن بقى تغير بيكهام، تلعب تلعب محمود وحيد من الشوط الثاني خلاص. ليه؟ انت كالنادي الاهلي وانت بتشتغل في الملعب لازم يبقى ليك اكتر من حل، ما ينفعش الكرات الطوليه دي تبقى الحل الوحيد بتاعك. النهارده لما محمود وحيد نزل وابتدى يعمل كروسات من ناحيه اليمين، لما محمد هاني ابتدى يزيد ويعمل كروسات محمود وحيد ناحيه الشمال ومحمد هاني من ناحيه اليمين، بقى ليك تواجد نوعا ما داخل 18 داخل ال 18 بتاعت غزل المحل، بقى ليك فرص خطر. النهارده حسين الشحات عمل اكتر من واحده بالعرض لما ابتدينا نلعب على اطراف الملعب. الفرق اللي زي المحلة مثلا او الفرق الصغيره، يعني انا اسف في التعبير الصغيره، انا بتكلم بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، يعني لما بتشتغل عليهم عرضي بتبقى خطر جدا 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 جدا. في اكتر من فرصه لو كان استغلها مروان محسن بشكل كويس ولعبها بشكل مباشر على الجول او بواليا بشكل مباشر على الجول كان ممكن يبقى فيها خطوره. لكن كون انت بتلعب الكره جوه ال 18 على نقطه البنالتي وعايز تلعبها تاني تحضرها تاني، صعب في وسط فرقه بتلعب بخمس لعيبه مدافعين صعب. طبعا صعب جدا 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 صحيح. جدا. فسوء استغلالك برضو للفرص، وهرجع لدي مره تانية، لما تبقى وحش قوي زي النهارده لازم تستغل كل نص فرصه صح. ما ينفعش لما ابقى وحش ما اقدرش استغل الفرص. يا كابتن بلال هدوء نفسي كمان، خدت بالك؟ ما هو بص يا كابتن، انت النهارده ضغط نفسي مظبوط. انت مغلوب قبل الماتش انت لازم تكسب، يعني لازم انت تكسب المباراه دي. المحله ما عليهاش اي ضغط ماشي. النهارده بص، تعادل نتفق غلط النهارده، دي اوف بالنسبه للنادي الاهلي. كسبنا، انت النهارده
لازم اللعيبه تهدى عن كده واللعيبه يبقى عندها بلانات. بس بس يا كابتن لان النهارده انا ممكن ابقى وحش بس لما تتاح فرصه بالنسبه لي لازم اسجل لازم اسجل. يعني انا النهارده ممكن ابقى كويس وبضيع وبروح وانا كسبان مش مهم. الهدوء بقى اللي هو يترجم اهداف. ما هي دي هي دي بص يعني اتكلمنا عنه اتكلمنا عنه قبل المباراه. ما هو ده اللي استغلال الفرص شكلها ايه النهارده اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب ايه. مثلا انت ليه احيانا بنقول ايه لا سيب فلان في الملعب لاخر دقيقه ليه وهو حتى هو وحش لانه ممكن يصنع فرصه يسجل فرصه. فانت النهارده لما يجي لك فرصه وانت يعني سيء وانت مش موافق وانت مش في حالتك لازم تستغلها بشكل. يعني النهارده كان ممكن الاهلي يطلع متعادل يعني بسهوله جدا من 3 4 كرات عرضيه اتلعبت تستغل واحده فيهم لمحمد شريف اللي لعبها وجول طالع واحده فيهم لصلاح محسن اللي حطها من فوق العرضه في فرص يعني في فرص اتاحت لك وانت ادائك سيء. فانا دايما بقول ايه يا كابتن لازم نستغل الفرص. لو انت ادائك سيء لازم تستغل انصاف الفرص بالنسبه لك. لكن ما ينفعش يبقى انا ادائي سيء وتتاح لي فرص محققه للاهداف وما اقدرش استغلها.